استمع إلى الأصوات الغريبة لنجم منفجر في فيديو جديد لوكالة ناسا. في كوكبة كاسيوبيا وألمع مصدر راديو خارج المجموعة الشمسية. دورادوس سديم العنكبوت. تتميز عملية تضخيم صوتي جديدة أخرى بالمناظر الكونية المذهلة. المجرة المسمية NGC 6872، وهي مجرة حلزونية كبيرة لها ذراعان ممدودتان تمتدان إلى المجرة المسمية سوبرنوفي 1987. اكتشفت في 24 من فبراير عام 1987 تقوم الصور الصوتية الجديدة بتحويل البيانات المرئية التي التقطها تشاندرا على مدى الربع قرن الماضي إلى صوت، مما يعزز فهمنا وتحليلنا لبيانات الأشعة السينية المعقدة، بالإضافة إلى جعلها أكثر سهولة في الوصول إليها لمجموعة أوسع من الناس من أجل توفير منظور تكميلي للطرق البصرية. وكتب فريق ناسا في بيان: التحويل الصوتي هو عملية تترجم البيانات الفلكية إلى صوت على غرار الطريقة التي يتم بها تحويل البيانات الرقمية بشكل روتيني إلى صور. تحافظ عملية الترجمة هذه على علم البيانات من حالتها الرقمية الأصلية، ولكنها توفر مساراً بديلاً لتجربة البيانات. الصورة الأولى لكاسيوبيا كوئيه وتتضمن بيانات مجمعة من تشاندرا، بالإضافة إلى تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة ناسا وتلسكوب هابل وتلسكوب سبيتزر الفضائي المتقاعد. يقع هذا النجم على بعد 11,000 سنة ضوئية من الأرض، وهو كل ما تبقى بعد انهيار وانفجار نجم ضخم ظهر لأول مرة في سماء الليل منذ ما يقرب من 300 عام. كانت تشاندرا أول من حدد النجم النيوتروني في مركز الصورة، والذي تشكل بعد المستعر الأعظم، وهو أصغر نجم نيوتروني يتم اكتشافه في مجرة درب التيتانيك. كما كشف تشاندرا عن دوامات من الحطام التي توسعت إلى الخارج في الفضاء،